رجعنا في داري ديكو في موسمنا الرابع وسنة قررنا باش نمشيو أبعد ما ممكن باش نفرحوا توينسا صعبت عليهم الدنيا وما خلتوش يكملوا ديارهم. مهمتنا في ظرف جمعة من زمان تقريبا تحقيق حلم عائلة تونسية في دار مزيانة تتوفر فيها كل مستلزمات العيش الكريم. واليوم في حلقتنا الأولى من داري ديكو الموسم الرابع مشينا للوسط الغربي وتحديدا للقفصة منين جانا SMS من عند عائلة ما تعرفش اللي حلمها باش يتحقق. اللي فيها طفله؟ اللي قدمها الطفل اللي في العجلة. عسلم سي طارق لاباس؟ شنو احوالك؟ الحمد لله. شاركت معنا في داري ديكو؟ نعم. علاه جينا؟ جيتو ان شاء الله تنسى ربي يبدا. مبروك ربحت معنا. كان واحد قبيله من الخدمه ندود لهنا طبطب الباب نخرج نقل المقدمة تاع داري ديكو معنا انفاس مع المباشر. يا طارق بالك تحلم. شبيك؟ ما صعبتش؟ رجعناك؟ لحوالك لاباس؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. وانتي صافا؟ الحمد لله. اختي معرسه اليوم والحنايه باش جيت حني لها جبتها وجايه انا درت من الدار وهم عرضوا لي دار ديكو في الدار. يا ولادي شنو دار ديكو في الدار؟ جايب والله انا صدقتها نشوف الكراب اما وجيت نجري وانا عش حاجه ما كنتش نتصور فيها اصلا. يا الهي إيجا محبينة يا بنتي نورمال إيجا يا بنتي إيجا هذيك راه نجيبوها صافي بالك عايشين احنا ولا ليه ساعة في بيت علاش ما وجيتوا المرة اللي فاتت توا علاش جينا علاش رجعنا ما نعرفش عاد عليكم علاش رجعتوا بالك شتا تعملوا حاجة ولا شنو ربي يسهلك شو يقول لك ربحت معنا أوه بالحق ربحت معنا الحمد لله يا ربي الحمد لله والله ماني مصدقة مبروك يفرق فيك يعيشك ويعطيكم الصحة مفاجأة باهية هذي والله ربي يستقبل وهي مشيت وخليتها نجري حبك حبك يا ربي عسلي يا بنات يا ربي لاباس؟ والله مش مصدقة في قفصة وبالتحديد في الكسر تعيش عائلة اليوم سي طارق بلومبي تعب برشا باش بنا دارو كل مرة يزيد حاجة لين خلطت الدار للحالة اللي فيها توا دي بنيتها 2000 و ليلة محمد رسول الله 2005 من 2005 بديت نبني فيها هذه كملت 2010 5 سنين شوي كل مرة ندبر طرف فلوس نعملوا فيها نشري بشوي بشوي نحاول حاولت اللي كوني نعمل دارك العباد ما الحمد لله الحمد لله, لله. وبارك الله في المرأة في المدام تاعي اللي صبرت معايا ووقفت معايا بالحق بالحق واحدة أخرى ما تقبلش ومتعرف لو كان نغتصنا في الذهب ما نخلصش منها. الهام مرت طارق ضحات برشا مع رجلها اللي في 2006 وصلنا الموت ومع هذا عزت نفسه ما خلتوش يطالب بشهادة إعاقة تنجم تسهل عليه الحياة. عملك سيدي مرتاح لأن اللي وصلت 55% سقوط عطيني الطبيب نجم عندي حق في الشهادة هذه أما باش نمشي تحسها كاسحة بصدق مع أنت ماذا بيك حاجة تجيبها أنت حتى مرتك تجيب لها حاجة من جيبك أنت ما تجيبهاش ما عند واحد آخر الرزق راهو هذا عند ربي كل مرة عند شكون أنا شاركت بالسماس الحمد لله أنا شاركنا ربي جزاني بألف خير والحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي والله يفرحك فرحتوني الله يفرحك فرحت صغيرتي الله يرحم والديك. طارق والهام عندهم 3 صغار أماني 12 سنة فاطمة زهرة 9 سنين وغيث 8 سنين العائلة هذه تعيش في دار ما تبنتش على قاعدة صحيحة باب الدار يعدي الهواء والوسخ ويحل على إسباس صغير ضايع فيه على اليسار السال دو بان وعلى اليمين الكوجينة الانستالاسيون تاع الماء ظاهرة في القاعة على خاطر الشاب ماهيش مصبوبة والقاعة الكل سيمان
بالرغم من الكوجينة مزلزة وفيها فايانس، إلا إنها ناقصة برشا حاجات وكلها ديفوات. وأكبر ديفو ينجم يضرب الدار هو ماليفي اللي يصب ديريكتومون في الشارع. السال دو با مزلزة صحيح، أما حيوتها سيمان ومش كاملين، والباب ركب عليه جوج. الدار ياسر ناقصة، ومع هذا الهام صابرة مع رجلها وراضية بالوضع. عندي حل آخر، لازمني نصبر مع ولد عمي أولاً، ونحبوا بعضنا، تاخذينا رحمة بعضنا على حب وكل شيء. ما عندوش حل، على خاطر نشوف فيه مريض هو، ما عندوش معناتها مش بغضنا، ماهوش عنده ما يعطيش ولا هذاك حد. وصلت انك معناها اكسيدون، انا 6 شهور راقد على الشكل، على لوحه العمل اللي عملته معايا امي، يمكن كان امي تعب. معناها تعرف نحط على كفوف الراحه، نحط على راسي وما نخلصش منها. خاطر هي اللي عطيتني امل في الدنيا، هي اللي عطيتني البسيط تاع الامل مازلت نمشي بيه. والحاجه اخرى اللي فيها ما تقوليش هذه ما عنديش وهذه كذا وهذه جيب لي، عمرها ما قالت لي نار جيب لي. تاع 20 توا 12 سنه نعرفها ناقصه. والراجل يحس كي تشوف مرتك ناقصه، اخي بحاجه في الدنيا هذه، اذا كنت تشوف انت عائلتك تبدا ناقصه حاجه، تشوف جارتك انت اللي لابسه ولا ما توصلش توفق، تحس اللي نقص في كرامتك، نقص في الكرامة متاع الرجل. فصالة الدار ياسر غالطة، على خاطرها الكل تحل على بعضها، الكوجينة تحل على الصالة، والصالة منها البيت الصغار اللي ما فيهش باب. وبما أنه البيوت تزيدوا بشوية بشوية، نيفو القاعة ماهوش قد قد. أماني وفاطمة الزهرة وغايث يباتوا مع بعضهم فرد بيت، وحتى واحد فيهم ما عنده الاسباس متاعو باش يركز في قرايته. ولا يزي بيت صغار تحل عسالة، زيد تحل زيد على بيت نوم أمهم وبوهم اللي ماكلها ندا وما فيهاش مبل. الدار هذه ياسر سخونة في الصيف، هذاك علاش فما باب في بيت الهام وطارق يحل على سطحة ورا الدار. حاجات مرات صغيرة يطلبها ما توفرهالوش، ما تنجمش توفرها له، ما تلقاش باش توفرها له، تحس تقول يا ريتني الحفرة اللي تضم فيها اصلا. والله العبد مرات انا ولدي الصغير هذاك غايب عنده عامين يلهط على بسكليت، عامين يشوف الصغار تجري على البسكليتات ويبدا شاد معاهم البسكليت ولدي ويجري وراهم. حشية ما قدرتش باش نوفر له، ولا ما قدرتش باش نوفر. كل شيء حتى في أمهم، حتى في كل شيء تحس مش مرتاحين، مش مرتاحين، وأنا زاد مش مرتاح. أنا أحس ياسر ضغط، ياسر ما نجمش نقول له هو جيب، وما نجمش ذا صغاري، ما نجمش تطلبني في حاجة، وما نجمش نلبي. إن شاء الله تتبدل كل شيء، إن شاء الله بوجودكم وبجيتكم لعنا إن شاء الله تتبدل كل شيء، مادام ربي مازال خير في الدنيا. مسؤولية كبيرة برشا، دار لازمها تتعاود الكل بالانستلاسيون تاع ماها وضوها، بحيوتها، بالمبل، كل شيء. هذا الكل في أي ما تقصر. بارتير ما فهميش كيما قلتك في الدار الكل. ديفيرونس دو نيفو. أي عندك ديفيرونس دو نيفو بين دو بيس، وعندك العرسة جاية في وسط البيت. والحيط هذاك ياتو معوش. شنو هذاك؟ شومبر باهون. شومبر باهون. مي غير بيب. حمدي تركي الأرشيتكت متاع دار قفصة، لازمو يلقى حلول لمشاكل الدار الكل، ويلقى كيفاش يعاود يقسم الدار من أول وجديد، ويفرح إلهام وطارق والصغار بدار يحلموا بها فيها اللي لازمهم الكل، وبالطبيعة بنفس ستاندينج متاع دار ديكو. دار قفصة وبالتحديد الأكثر كانت مدهونة على السيمان ديريكت وما فيها حتى لون. أسترا البارتنير متاع دار ديكو من أول دار عندهم معانا مهمة أساسية، نعاودوا نحيوا الديار ونرجعوا فيهم الحياة بألوان جديدة تحمي الحيوت وتحافظ على صحة العائلة. بداو محمد أسخال ولكيب دابليكاسيون بالسالة بعد الفوندو اللي هو الباز متاع الفتاكتو. خدم محمد لاتوش ديكوراتيف بالبروس سبيسيال اللي تعطي إفي في الحيط.
صغير بحدا سال دو بان وين ركبوا اعمار بول باللافما خدم محمد استخال بالباليت الشاليكس ديكور فينيتورا. اهلا حمص صباح. اهلا حمص كيف حالك؟ مساء سمحنا تعبناك جبناك نهار حد اليوم. يا مساج فما حتى مشكلة مش تنسينا عاد. قال لي حتى الحيوط تعبوا زيد. تعبونا برشا الحيوط ديجا ماهمش مخدومين ماستيك ومقلبين على الاخر. حاولنا نصلحوهم للماكسيموم بالتوفيق نتاعنا وان شاء الله تخش حاجة مزيانة ان شاء الله. ان شاء الله. انت عندنا لهنا شاليكس ديكور. لا 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 فتكتو في السالة زوز حيوط. لا فتكتو. اي لا فتكتو. مخدومين ديجا الفوندو نتاعهم مازالوا على الفينيسيون جوست خليهم يشيحوا باش نخدموا لهم الفينيسيون ان شاء الله. دونك شاليكس لهنا عاد. الشاليكس هو اللي لهنا موجود. انت شاليكس خطيت له من يونسية؟ بالطبيعة من يونسية. دونك احلى برك. ذاك علاش جبت لك انا البروشور نتاعنا الاتموسفير بروشور جديدة. فيها البرودوي ديكوراتيف نتاعنا الأربعة ألفا ديزير ألفا أوريون ألفا ناكري اللي هو البرودوي جديد. وعندنا الشاليكس بيان سور اللي انت اخترته. واضح. باش نسلك حمام ما يقلقش تو الشاليكس لهنا بحدا سال دو بان بحدا لا بالعكس الكونتريير جمله واحده هو ديجا مجعول الحوايج هذيا تنجم حتى تخدم داخل فوسط سال دو بان يريزيستي على الاخر بريون اباز دو شو على خاطر ستيكو اباز دو شو تنجم تخدمه حتى في الاكستيريور تخي ما تقلقش يعني باش نشوف مع الاولاد لقيت البيوت وبعدين نرجع لك اوكي مريكاي اه يا اخويا الوقت يجري والدار لازم فيسا ترجع لماليها في قفصه وعندنا برشا ديار اخرين يستناو فينا ليكيب دابليكاسيون استخال دخلوا للبيوت بداو بالغيكزيم كوش دامبريسيون داكروشاج تغلف الحيط وما تخليهش ياكل برشا سلعه وفوق الغيكزيم اللاكالو دهن لاكي بريان والا ساتيني يتخلط بالماء وما فيهش حتى ريحه ما يصفرش وينظف بسهوله. حضرت اول دار في موسمنا الرابع من داري ديكو. بدينا بقفصه مع عائله حبيناها برشا وعلى خاطرها ليزيكيب متاع داري ديكو الكل خدموا خدمه كبيره برشا في وقت قصير. هدفنا الأول نفرحوا في كل مرة عائلة تونسية بدار أحلامهم. الليلة إلهام طارق أماني فاطمة الزهرة وغيث باش يكتشفوا دارهم الجديدة. عسلامة. عسلامة. شنو أحوالكم؟ لاباس. عينكم مغمضين؟ عينكم مغمضين. زين باش ناخذكم شوي شوي بواحد بواحد. رد بالكم رد بالك الدرجة. رد بالك معايا. يعني مغمضين يعني مغمضين ما تخافش ما تخافش شويه اول حاجه فشحلوا عينيكم ما تدوروش على اليسار باهي شنو حوالكم الساعه 7 الحمد لله عقلتوها الدار من برا ولا ايه شوي 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 برك انا مبرمج على الباب القديم ما عرفتهاش لقينا الباب مشوقين نشوفوا الدار والله مشوقين هاي حلو عينيكم صلي على النبي صلي على النبي قولي غادي ما غير حيال بشوي بشوي مش دار بارك الله الله يبارك فيك والله شيء كبير الله يرحم والديك يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة ربي يفرحكم إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيكم اللي تتمنوا الله يعطيكم الصحة حاجة كبيرة حاجة كوجينتك جديدة وغاز جديدة وفور وميكرووند ودنيا ثلاجة جديدة شيء كبير فيها كل شيء ناقصها شيء كل شيء موجود يعطيكم الصحة إن شاء الله ربي يفرحكم طول الإنسان يقول الحق عايش وعندي كوجينة وعندي كل شيء شيء كبير والله لحد ما كان شيء يتصور فيه أصلا شيء آخر أصلا شيء عالم آخر عالم جديد دنيا جديدة دار أخوي دنيا جديدة صدقني شيء فوق صدق الله يفرحك ما شابو وإن شاء الله تعرف نتمنى كل الشكر لكل من ساهم من بعيد ومن قريب في الدار هذه وكل الشكر لكل من تعب في قطرة عرق إن شاء الله يسامحني فيها شيء أكثر حاجة عجبتك في كوجين كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء حاجة ما عجبتكش في كوجين فماش أما كل شيء يعجبك كل شيء تبارك الله عليك حاجة مديرة بالحق وحاجة مديرة إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا
يعطيكم الصحة. تو باش تغمضوا عينيكم؟ تحركوش، تقعدوا كيما نتوما باش نشوفوا على اليسار. حلو عليكم؟ صلي على النبي. تبارك الله. صلي على النبي. بطل شيء كبير اصلا. بصح منا والله شيء كبير الحق. يعطيكم الصحة ان شاء الله ربي يفرحكم. يعطيكم الصحة الله يخليك. ربي يعطيكم اللي تتمنوا. والله اصلا شيء كبير والله. صح والله يعطيكم الصحة. ياسر ياسر تهبل ياسر والله. دارنا خلاص مستحيل كان هي والله هي شيء اخر اظن. ليش عندك تلفزيون؟ ليش عندك كاميرا سيرفيلانس؟ عندك كاميرا سيرفيلانس؟ شوف شنو عندك قدام الدار، شوف غادي نلقي شنو عندك. وعندك سيستم دولار. يعطيكم الصحة. شيء كبير. كبير والله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرحكم. قلت لكم الدار. الله يرحم والديك. يعطيكم الصحة إن شاء الله ربي يفرحكم. والله فرحة كبيرة هذه. أكبر حاجة واحد والله كان يحلم، كنت نحلم بدار ولت عندي دار. أكثر حاجة كنت نحلم بها الدار، والله أكثر حاجة متعبتني وأكثر حاجة هذا همها. توا نرتاحوا. خموا على حوايج أخرى توا. إيه ما فما مشكلة وكا إحنا ما عندناش بلاصة باش نعمل لكم بيت. نعمل لكمش بيت. مسيرش قلت له تعجبك ها؟ تعجبك شو مقوله والله قول له جينا هنا هكا حتى بارك الله نمشيو نشوفو سال دو بان اي نمشيو اكثر حاجه هذيك زاد غمضوا عينينا حلو عليكم بارك الله تهبل 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 كل شيء على قاعد، الاكسسوار تاعها كل شيء، البورت سافون، البورت سيرفييت، كل شيء. من يقصر حتى شيء. صح. تهبل. تهبل.
شنو ما تلقى حاجة؟ ما تعرفهمش؟ هاي ما نمشي ونشوفوا هاي تعرفهم؟ هاي خلونا يا شيخ ما أشيش حاجة اللي ما زالوا حلو عليكم يا ربي هبلت والله كنت هبلت 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 مسح اوه يا غلط هبلت محلاها بورتفونيتر نقول تحب عندك اكسي من غادي للصفحة خليك بورتفونيتر اما راك بلا بورتفونيتر جديد بالصحة ريدوي تاع سورتي راهم هبلوا حتى لي زانتيرو تاع سورتي لا من ريكو يا بنت والله كل شيء يسمح كل شيء هبل يعطيك الصحة الصحة سون كاسي لا الله يعطيك الصحة هبل 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 الله يعطيك الصحة عجبك الفرشة؟ عجبني الفرشة جري سبيسيال ميديك فاطمة ظهرك يعطيك الصحة الله يرحم والديك الله يعيشك إن شاء الله يفرحك ربي الله يفرحك الله يرحم والديك شي كبير في بينا ما عندكش تليفون سبيسيال ميديك هذوك التليفون يعطيك الصحة الله يعيشك إن شاء الله ربي يعطيك الصحة يعيشك ربي يفرحك ربي إن شاء الله هذا مبارتي كله تعاود ما كنتش عادية بركا فيها ما كنتش شيء يسمح لك وشيء يحط البيبان نفسي بيبها قلت لك البيبان متاع الدار كل تعاودوا ايه بيبان وبيبان تبزيال تجم تمسحها ويجم تصيق ما يصير محط شيء مسح لا فيك مسح يا أخرى ولد صحة ولا صحة تك مسح إن شاء الله هو يهبر يهبر بالفعل محلاهم شاء مبروك عليكم الله يبارك فيك عايشك يا رب يفرحك عايشك الله يفرحك الله يعطيك المساء شيء كبير صلي على النبي انتوا كملنا توا ما شاء الله حط شيء هكا ولا ولاش مازال مازال دخلت مازال شنو سوس حاجات شو شوف هاي شو شوف هاي فاطمة احنا فين توا بيتي زعما بيتكم بيتكم شكون معنا؟ انا وامي وغيث وحده وحده ما تحبوش بيت بحذيك انت اي حلو عينيكم تبدل تبدل هطوب مش قلب تمام بارك الله بارك الله بارك الله تبدل سيرك وحبيبك فاطمة بيتش كون؟ مزيانة بيتك؟ ايه زعما فرش فوقاني شكون باش ياخذ غيرك؟ انا الاول انا شكون؟ يعطيكم الصحة والله عندكم بيروكم هذا باش تقراو فيه عندكم غادي فين باش تخبيو دباشكم يعطيكم الصحة والله تهبل وعندك من وين جاك كيف تخبي دبشك؟ مين؟ شقول؟ تهبل الكل فطوم شقول؟ تهبل 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 وعندك كادو ليك زيدا تابلت هبل أمين أنا جدك تابلت مفرح مفرح يا فطم أوه شو هيدا محلاها حتى مين عندك كدورة هاي تابلتك مش تلعب بتحاص على لعب مش يبيني أنت الكورديناتور متاعك تهلكة يلي الكورديناتور
ثمانية. نضرب عندك. أنا طبيب. شقاوي. أنا أضرب أخويا. تحوس عليها هي كي كتموت من الحاجة. الحمد لله رجعنا تخيل. مغرم بالله رجعنا تخيل. حاجة كبيرة والله. يعطيكم الصحة. الله يعطيكم الصحة والله. شنو اسمو؟ جدة عندي خير. جدة عندك خير؟ شنو نقولوا بيا يا جماعة؟ خبي عندك. الله يفرحكم إن شاء الله، كيما فرحتوا الصغيرات الله يفرحكم. الله يعطيكم الصحة. كبير والله يلا فرحة فرحة كبيرة أصلاً والله شيء هبل تهبل. حتى من البريزيت نتاعكم في الروز ريتهم؟ هبل. أكثر حاجة عجبتكم بالبيت؟ كلها تعجب، كلها وحلاها. كلها تهبل. كلها تهبل تهبل. مش حاجة خير. زعما شو من هون؟ تغيت زعما؟ أي زعما؟ تغيت عادي هذاك مليون. زعما رقبتك هوني؟ ليه؟ هنا نشوف. هيا مغمضة. ما يتحركش عندك معمضة رد بالك رد بالك رد بالك باه يجا هكا غطوسة يجا هون يجا هون يجا هون غايس هلو عليكم غير غيثوش يا محلى تهبل غايب شنو هذا شنو هذا اوه تهبل 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 الله يعطيكم الصحة بالحق غايب سكلي فرحة قديش تحب تاخذوا بسكليتة؟ ياسر كيف سمعت فيوليت منين تحب تاخذوا بسكليت؟ هديت لكم بسكليت صحة صحة ان شاء ربي يفرحها صحة عجبتك؟ عجبك الكادو نتاعك؟ أكثر حاجة يلحط عليها هو البسكليت أكثر حاجة يحبها وأكثر حاجة يبدا ديما يا ماما شوري بسكليت يا ماما شوري بسكليت كان أنا ما عنديش بسكليت صحة يفرحها الله يرحم والديك يعطيها نتمنى بسكليت غير شنو هي هذيك البحلة بسكليت؟ عجبتك البيتزا؟ بحلة بسكليت شنو هي؟ كورة شو مصور فيها؟ كورة زادة سبايدر مان شنو عليها؟ جديد وفرش ودنيا مغلية غايف شو غايف تبلوك شي؟ سبايدر مان ايه مش قالوا كيف فرش كذا كيف كيف حتى الكوال سبايدر مان شفتها ولا لا؟ فزت الكورة عندك بيرو عندك الفرش متاعك فوق عندك فين تحط دبشك شيخ فرحان صلي على النبي عليكم والله يعطيكم الصحة والله ما نسيتوا حاجة سلام عليك النبي عليك بارك الله شيء كبير يعطيكم الصحة والله شاء الله مبروك عليكم بارك فيكم يعيشكم إن شاء الله يعطيكم الصحة الله يرحم والديك والله يعطيكم الصحة بالحق والله ما يفهمش حالك اللي دي تاي كاملين واللي قلناه ما عملتوه ما نسيتوا شيء سلام عليك النبي عليك والله يفرحكم كما فرحتوا صغيرات خليكم شايف قلبكم فرحة ما تنجمش توصفها قد ما تتكلم ما تعبرش على اللي في قلبك شيء كبير والله وكان القنطير أنا تو نجنح والله شيء كبير اسعد لحظات عمرك تهنيت انت بتعرف ان انت هذا ما كانش على هذه